بسم الله وعلى بركة الله نكمل الكرة ديالنا فيما يخص الميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. دونك هذه هي الحصة 15 بالنسبة للميكانيك دو بوان ماتيريال، والحصة الثالثة بالنسبة للديناميك. دونك في هذه الحصة ان شاء الله غادي نشوفوا اربعة الاشياء مهمين. غادي نشوفوا لو مومون سينيتيك، لو مومون دو اون فورس، غادي نشوفوا لو تيوريم دو مومون سينيتيك بالنسبة لواحد الريفيرونسي غاليليان وواحد الريفيرونسي نون غاليليان، واخيرا غادي نشوفوا لو موفمون ان فورس سنترال. سي تري بيان، الوغ ركز معايا مزيان، راه حصة بسيطة بزاف. الوغ نبداو بأول حاجة، كونسيديري ان بوان ماتيريال ام دو ماس ام. On a appelé la moment cinétique de le point M par rapport à un point O fixe dans R. Le vecteur, un moment cinétique, c'est un vecteur. Le moment cinétique, symbole de le ram de l'eau, il m'a L, c'est un vecteur. L, a aucun sigma. Donc, à travers le cas de les cours, Brésil loup sigma, il y a un profiteur qui a un aérosol sigma ou la L. Donc, il y a deux aéromos. Donc, à ce que tu as le message, il dit que le prof, il y a un prof qui a mais bien, alors, il y a un moment cinétique, c'est un vecteur, il y a un nao vecteur, il y a une grandeur vectorielle. Alors, on a un moment cinétique de un point M, moment cinétique de le point M, le point M. Mais il attaque mon moment cinétique dit le point B, qu'est-ce que c'est le B? Mon moment cinétique dit le point C, qu'est-ce que c'est le C? Par rapport à un point O, par rapport à un point O, qu'est-ce qu'on a? Ça fait, on a un B. C'est très bien, il attaque par rapport à un point O prime, O1, O2, qu'est-ce que c'est le C? C'est bien. Et je nous qu'est-ce que c'est le C? Qu'est-ce que c'est le OM, OM, produit vectoriel, la quantité de mouvement B. Mais nous savons la quantité de mouvement est mv. C'est très bien. Donc, nous remplacer om, mais il est le produit vectoriel de mv. C'est très bien. V est le point m. Par rapport à h, par rapport à r, dans r. Mais r galilien ou non galilien, chacun a des choses pour faire ça. C'est très bien, c'est le moment cinétique. Et donc, le moment cinétique, c'est le qui s'est M. Donc, cette M, c'est peut être chargé, mais c'est vecteur. Donc, c'est peut-être chargé, etc. Mais qu'est-ce que le mouchki? C'est un produit vectoriel. Alors, c'est un film qui H. Le moment cinétique par rapport à un point O. Mais d'abord, je vois le moment cinétique par rapport à un axe. يعني حيت نقولوا باغ رابور ان لاكس غنديروا لها بحال هكا، اش من لاكس هذا نسميوه دلتا ديال لو بوان ام. سي تري بيان، شنو كيساوينا باغ رابور دون ار؟ سي تري بيان، اشنو كيساوينا هذا؟ كيساوي ما هو الا لا مومو سينيتيك في البوان او، ما هو الا لا مومو سينيتيك في البوان او، ياك فاش سكالير اشنو او لا فيكتور او. سي تري بيان، ركز معايا هنايا، فيكتور في فيكتور كيعطينا سكالير، يعني هذا ماشي فيكتور سي ان سكالير، نحيدو له المتجهة، دونك هذا سي ان سكالير، هيا لو سكالير، شكون هي او؟ غنقراو دابا الديفينيسيون، سوا او لو فيكتور اونيتيغ، اوريونتي ان لاكس دلتا، يعني إلا كانت عندنا واحد لو بوان او هادي، سي تري بيان هادي هي او. وهذه هي لو بوان ام صافي مزيان ناخذ بعدا في الاول مومو سينيتيك دو ان بوان ام ياك قلنا ان هذه المسافه هذه هذا المتجه هذه هي او ام ها هي في وهي السرعه نحاولوا اننا نقولوا ان هاد التراجيكتوار ديال ام داير بحال هكا دونك السرعه كتكون شنو عموديه بحال هكا ياك سي تري بيان دونك هذه هي لا فيتيس مزيان شنو كنلاحظوا او ام برودوي فيكتوري فيتيس يعني ان لو مومو سينيتيك كيكون عمودي على اش على داك البلان اللي كيصايبو لنا هاد دو فيكتور يعني الا صايبو لنا هاد واحد البلان بحال هكا بحال هكا دونك في لا مومو سينيتي سي سامبلومون لا مومو سينيتيك في هاد الحاله غتكون بحال هكا يعني عموديه عليهم بجوج دونك هذا سي واحد البلان وهذا عمودي على هاد البلان هذا سي تري بيان هادي هي لا مومو سينيتيك ديال لو بوان ام بارابور ان بوان او حنا كنهضرو على بارابور ان بوان او الو نفترضوا ان كاين واحد لاكس اكزومبل هذا هو لاكس نسميو دلتا اشنو عنده هذا لاكس عنده واحد لا فيكتور اونيتير اشنو سميت هذا لا فيكتور اونيتير سميتو او دونك عنده واحد لا فيكتور اونيتير نسميوه او يعني لا نورم ديال او
ما هي الا ايغال ان انه فيكتور يونيتير. الوغ هنايا الا بغينا نحددو دونك الا بغينا نحددو دلتا هاد السكالير هذا دونك نقدروا اننا نديرو الاسقاط ندير الاسقاط على هذا عمودي دونك هاد المسافة هذه نقدروا من هنا لهنا دونك راه سكالير يعني هاد المسافة ما هي الا لو مومون سينيتيك بارابور ان لاكس تيتا دونك هاد المسافة هذه الا درنا الاسقاط سي تخي بيان هذا فيما يخص لو مومون سينيتيك شي حاجة بسيطة بزاف يعني كتركز بزاف على الحفاظة دونك هادشي خصو يتحفظ لان هاديك سيرو ليكم بزاف دو غولاسيون دونك خاصك تحفظهم دونك في الامتحان ديما كنخدمو اغلبية لو مومون سينيتيك بارابور ان بوان او من بالنسبه بارابور على لاكس دونك قليل دونك فاش كيخدم بالبروف بعدو شي سامبلومون الوغ نمحيو هادشي نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي الاولى سهله بزاف دونك غنمشيو دابا لو مومون دو ان فورس دو اون فورس الوغ لو مومون دو اون فورس نقراو كونسيديري ان فورس اف كي ابليكي اون ان بوان ام يعني عندنا واحد لو بوان ام ها هي واحد لو بوان ام وهاد ام هادي كي ابليكيو عليها واحد لا فورس سميها اف يعني كيتابليك عليها واحد لا فورس سميناها اف صافي كيطبق على هاد لو بوان ام هو اللي هاد لا فورس هو اللي اكزومبل كيحرك لنا هاد لو بوان اون ابري لو مومون سينيتيك دو ان فورس يعني هاد لا فورس اف الا بغينا نحسبوا لها لو مومون سينيتيك بارابور ان بوان او يعني بارابور واحد لو بوان او ياك سي تري بيان يعني او راه هي ديما اللي كتكون المركز ديال المعلم ديالنا لا ريفيرونس ديالنا سي لو فيكتور اول حاجه سي ان فيكتور يعني فيكتور ماشي سكالير يعني غوندور فيكتوريال شنو باش كنرمزو لها كنرمزو لها بهذا الرمز دونك هي لو مومون سينيتيك دو ان فورس ها هي لو مومون سينيتيك ديال لا فورس اف مزيان بارابور اش بارابور ان بوان او بارابور ان بوان او كنحطو هنا سي تري بيان هذا سي ان فيكتور نديرو فيكتور لانه سي ان فيكتور اشنو كيساوي لنا ما هو الا او هادي ام هي اللي كتبقى عليها فورس ما هي او والام اللي كيطبق عليها هذا اف الفورس هي او ام برودوي فيكتوريال لا فورس اللي عندنا ساهله بزاف لا غولاسيون ديالنا غير هاديك تروي لكم لا بزاف العلاقات وبزاف د لي موديل دونك غتخربق دونك ركز خاصك تضبط هادشي خاصك تكون حافظو وضابطو سي تري بيان هذا فيما يخص لا مومون سينيتيك دو ان فورس بارابور ان بوان او مزيان هذا بارابور ان بوان او الا بغيت تمثلو لا ميم شوز هذا عندنا او ام هذه هي نقولوا اكزومبل او ام دونك هذا اللي شكلنا اكزومبل واحد 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 بحال هكا هذه شكلنا واحد البلا دونك هذا لو مومون غادي يكون عمودي سي تري بيان الو هذا فيما يخص لا مومون سينيتيك ديال واحد لا فورس اف بارابور اش بارابور ا ان بوان او مزيان بارابور ان لاكس لا ميم تكنيك يعني لا مومون سينيتيك بارابور ان لاكس هي دو اف اشنو غادي يكون غادي يكون نيت لا مومون نفس الحاجه اللي درناها هنايا بحالها فوالا فيكتور يونيتير يعني واحد لاكس هكا وغادي يكون واحد لا فيكتور يونيتير او دونك هنايا تعطينا لا مومون سينيتيك ديال لو بوان ديال اف بارابور ان بوان او فوا اشنو او يعني فيكتور في فيكتور اش نعطينا سكالير يعني هذا سي ان سكالير دونك الى جينا هنايا نشوفوا انه سي ان سكالير يعني غروندور يعني انه غروندور سكالير سي تري بيان دونك هنايا اشنو قلنا فوا او دونك هنايا سي فيكتور لا سكالير هذا نحيدو لا فيكتور سي ان سكالير ام سي تري بيان فوا او دونك هادشي خاصو يكون محفوظ هادشي شفنا في السنوات الفايته دونك هادشي تذكير يعني هادشي اغلبيته خاصكم تكون حافظو صافي ضابطو المسائل ديالك وفاهم دونك شكون هي او شكون هي ام اكسيتيرا لان هاد او ام ام بريم اف يقدر يبدل لك يقولك واحد لافوغ سميتها دوبل في ولا اي ولا شي حاجه وعندنا واحد لو بوان غادي تسميها او او ان ولا او دو وعندك واحد لو بوان بي كيطبق عليها هذا دونك هنا كدير كتروبلاسي بي بي ام اكسيتيرا هادشي راه شرحنا سي تري بيان دونك ماشي هي كتحفظو صافي دونك خاصك تفهم شكون هادي وشكون هادي وشكون هادي سي تري بيان الوغ نكملو دابا وصلنا تيوريم دو مومو سينيتيك لا تيوريم دو مومو سينيتيك بالنسبة لغيفيرونسي لغاليليان ركز معايا حيت يكون عندك غيفيرونسي لغاليليان
Kangolo, il y a une référence fixe. Alors, à des références galiléennes, là tu es le moment aussi dit, mais il y a l'équation. L'équation, l'équation. Théorème de moment cinétique, théorème scalaire de moment cinétique par rapport à delta, théorème scalaire de moment cinétique par rapport à delta dans R galiléen. مزيان دابا شنو غادي نديرو؟ دابا نحاولو اننا نديمونطريو علاش؟ لان عندي انا مومو سينيتيك راه عندي النتيجه ديالها، غادي نشتقها ونشوف واش تساوي لنا هادي ولا لا، صافي؟ مزيان، اما هادي راه كتحفظ، خاصك تحفظ هاد ليكواسيون، دونك حيدو باستخدام المومو سينيتيك هادي كطق تحطها وكتخدم، سي تخي بيان، الوغ ركز معايا مزيان، اشنو عندنا؟ عندنا ان المومو سينيتيك ديال واحد لو بوان ان بارابور ا ار غاليليان، دابا حنا راه كنهضرو في ار غاليليان. مزيان ما هو الا ام في او ام برودوي فيكتوريال لا فيتيس ام بارابور ا ار غاليليان متفق معايا شنو غادي ندير نشتاق هذا دونك نشتاقو دونك غادي يعطينا الاشتقاق ديال لا مومون سينيتيك سي تري بيان بارابور ا ار غاليليان ياك على دي دو تي هذا كاملو غادي نشتاقوه دون اج دون ار غاليليان حنا خدامين في ار غاليليان مزيان اشنو عندنا دو فيكتور برودوي فيكتوريال لا غولاسيون كنطبقو ديال الضرب يعني اف جي بلس جي في اف الاشتقاق ديالهم الوغ هاد ام هادي راه ماشي سي ان سي كونستانت غتخرج لا ماس كونستانت ثابته غتخرج لينا مزيان اشنو نديرو اشتقاق ديال او ام ها هي او ام على دي دو تي برودوي فيكتوريال لا فيتيس دو ام بارابور ا ار غاليليان ياك وهادي بالنسبه لار غاليليان مازيان بلوس هادي عاوتاني او ام نخليوها ما نشقوهاش مازيان برودو فيكتوري الاشتقاق ديالهاش ديال لا فيتيس سي تري بيان على دي دو تي بارابور ا غاليليان حيت الان كلشي مزيان ساهله اشنو هادي او ام بارابور ا غاليليان ا غاليليان شكون هو يعني حنا كنعتبروا انه واحد الريفرونسي فيكس يعني حيت نشتقوه غادي يعطينا في في ابسولي يعني هذا عطينا في في شوف معايا هذا عطينا لا فيتاس هانت الاشتقاق ديال البوزيسيون على دي تو تي ار غاليليان ما هي الا لا فيتاس ديال لو بوان ام بارابور ا ار غاليليان متفق معايا مزيان عندنا لا فيتاس برودو فيكتوري لا فيتاس ايغا زيرو الا كان عندنا فيكتور ا كيل كونت الا درنا لو برودو فيكتوري في نفسو راه ايغا زيرو هادشي راه شفناه في الرابيل ماتيماتيك صافي سي تري بيان دونك هادي مع هادي غيمشي لنا للزيرو هادشي كامل علاش مشى مشى للزيرو سي تري بيان الوغ شنو بقى لنا بقى لنا غير هاد العنصر وما قالت لنا ام يعني ان لا ديريفي ديال لو مومون سينيتيك بابور ا ار غاليليان لا دي دو تي بابور ا ار غاليليان ما هي الا ام في هادي ما هي الا ام في او ام برودوي فيكتوريال شكون هو الاشتقاق ديال لا فيتيس لاكسيليراسيون شي حاجه اللي بسيطه بزاف دونك كتعطينا لاكسيليراسيون ديال لو بوان ام بارابور اج ار غاليليان هاد ام هادي راه ام سي ان كونستانت نقدر نجيبو لهنا نجي ماشي فيكتور يعني هاد ام في ما جبتو ما عنديش المشكل يعني غنحاول نجيبو لهنا علاش لان عندنا لا لوا دو نيوتن اشنو كتقول لنا كتقول لا سوم دو فورس ما هو الا ام في لاكسيليراسيون دو بوان ام بارابور ا ار غاليليان يعني حيت كنقولو ار غاليليان يعني ريفيرونسيل ابسولي فيكس لا ريفيرونسيل اللي عندنا فيكس سي تري بيان دونك غادي نشد انا هاد لا لوا دو نيوتن غادي نجي نربلاصي هاد ام ا نربلاصيها بلا سوم دو فورس يعني هنا تعطينا لا سوم دو فورس سي سامبلومون دونك حنا جبدنا التيوريم دو مومون سينيتيك ها هي صافي هي او ام برودوي فيكتوريال لا سوم دو فورس ها هي دونك نتايا في الامتحان ما كديمونطريلوش كتشد له هادي باق طاق وكتخدم كتشوف كتجمع شوف الفورس اللي مطبقه على البوان ام كتحسب له او ام كتشوف لو مومون سينيتيك شحال عطاتك في الاول راه كتكون حسبتيها اكسيتيرا وكتجبد
سي تري بون كو جبت واحد ليكواسيون اكسيتيرا هادشي غنشوفو في ليكزيرسيس بالنسبه للناس اللي مشاكل معاهم في الارض غنشوفو بزاف دي ليكزيرسيس وبزاف لان خاصنا ندرسو جميع الحالات يعني جميع لي فورس الممكن انها تحط في ليكزام الوغ نمحيو هادشي ونكملو تمرين الكور ديالنا سي تري بيان الوغ دابا نشوفو تيوريم سكالير دو مومون كينيتيك بارابور ا لاكس تيتا دون ار غاليليان وهي هادشي وجه هادي مزيان الوغ ركز معايا في هاد الشيء عاوتاني كيفاش غادي نديمونطريوها شنو عندنا هنا كاين بزاف ديال لا تكنيك اما غادي نحاول انني نشد هادي ها هي ونشتقها دونك هادي سكالير الى شتقيتها ولا نشد هادي ونضربها في او ونضربها هادي في او دونك شوف نشدو هاد المعادله هاد الموموسين هادي الاولى ركينا شوف ركز معايا اشنو عندنا لان او راه هي فيكس في ان فيكتور فيكس هانت دي دو ال زيرو هادي اللي لقينا دابا ام بارابور ا ار ياك على دي دو تي ياك بارابور ا ار غاليليان حنا خدامين في غاليليان اشنو كيساوي لنا ما هو الا او ام برودوي فيكتوريال لا سوم دو فورس سي تري بيان نجي انا شنو ندير نشد هادي غادي نضربها في واحد لا فيكتور اونيتير او وهادي لا ميم شوز نضربها فاش في او سي تري بيان كتبان لكم هاد البارتي سي تري بيان كتبان ضربناها في او في او سي كوا سا او اي وهو اللي عندنا هنايا لا فيكتور اونيتير اورينتي اون الاكس تيتا يعني اش يعني انها كتكون ديما فيكس بارابور ان ار غاليليان يعني الا جينا نقولوا هنا فان او كتبوا هنايا لا فيكتور اونيتير اي اي فيكس دون لا ريفيرونسيال غاليليان يعني واخا نحركوا لو بوان ان في ما حركنا ديما هادي تبقى لنا فيكس لان داك الاكس راه فيكس مزيان دونك هادي بما انها فيكس يعني انه اوتوماتيكمون ان الاشتقاق ديالها بارابور ا ار غاليليان ما هو الا زيرو سي تري بيان صافي مزيان حتى الان كلشي مزيان الوغ هادي ما هي الا نقدروا ندخلوها هنايا الوغ علاش لانها كونستانت الاشتقاق ديالها صافي دونك راه كونستانت يعني ما هي نقدروا ندخلوها يعني تعطينا لا موموسيتي دو ان بوان ام بارابور ا ار غاليليان نضربوها في لا فيكتور اي حنا دخلناها على دي دو تي سي تري بيان هنا ركز معايا او ام برودو فيكتوريال لا سوم دو فورس باش كتفكركم هاد ما هي الا لو مومون دو فورس ها هي سي سامبلومون لو مومون دو فورس اشنو كتساوي لنا لو مومون فورس كتساوي لنا او ام لا فيكتور بوزيسيون فوا اش فوا واحد لا فورس ها هو لا فيكتور بوزيسيون فوا لا سوم دو فورس هادي سي ان فورس مجموع ديال لو فورس يعني بلاصه اف ان بلاصه بلا سوم دو فورس مزيان عندنا ان ها انت كتبوها لكم هنايا اون ا لا سوم عفوا لو مومون دو ان سوم دو فورس ها هي ما هي الا او ام برودوي فيكتوريال لا سوم دو فورس سي سامبلوم سي سامبلومون دونك هادي نرومبلاسيها هنايا دونك تعطينا لو مومون بالنسبة لا سوم دو فورس فوا اش فوا او لا فيكتور او سي تري بيان دونك هذا اكزاكتومون هو لا دوزيام تيوريم دو مومون سينيتيك ولكن هنايا شوف معايا نقدروا نزيدوها باش كتفكركم هادي كتفكركم ب ها هي سي تري بيان دونك ها هي لو مومون سي لا مومون دو ان فورس مضروب في او ما هو الا لو مومون سينيتيك دو ان فورس بارابور ان لاكس يعني هذا نقدروا اننا روبلاسيو هادو باش بارابور ان لاكس تيتا ها هي تيتا وهادي يكون ماشي فيكتور سكالير ديال اش ديال لا سوم دو فورس دونك وهذا اكزاكتومون هو اللي برهنا عليه دابا وهذا ما يسمى ب تيوريم سكالير دو مومون سينيتيك بارابور ان لاكس دون ار غاليليان سي تري بيان الوغ نكملو الكور ديالنا نمحيو هادشي دونك نتمنى انكم فهمتو دابا نشوفو نون غاليليان نون غاليليان هو اللي كنخدمو به بزاف في الامتحانات دونك هذا خاص تكون حافظو وضبطو الوغ بالنسبة لنون غاليليان غادي نشدو
لو مومون سينيتيك ديالنا نحاولوا ندومونطريو عليها. دونك حيت يقولك باستخدام تيورم دو مومون سينيتيك وتكون خدام بالنسبه نونغاليان كتشد هادي طاق كتحطها له. اما هادشي اللي غنديرو دا الشيء ديمونستراسيون كيفاش اننا لقينا هادي عندنا ان لو مومون سينيتيك هي هادي. دونك نشدوها الوغ ركز معايا ال زيرو دو ام بارابور ا ار كتساوي لنا ام او ام برودوي فيكتوريال لا فيتيس ديال ام بارابور ا ار. مزيان حنا فاش خدامين ار حيت كنقولو ار حيت كنرمز بار راه واحد الغيفيرونسيال نون غاليليان. هاد ار هذا راه واحد الغيفيرونسيال نون غاليليان سي بيان. الوغ دابا خدامين في غيفيرونسيال نون غاليليان شنو نشدو؟ نشدو الاشتقاق كيما هذا نشتقو هذا لو مومون سينيتيك اشنو دي دو تي بارابور ا ار نون غاليليان اشنو كيساوي اما تخرج ياك عامل اش الاشتقاق ديال هذا او ام على دي دو تي بارابور ا ار غاليليان برودوي فيكتوريال لا فيتيس دو ام بارابور ا ار نون غاليليان نون غاليليان بلس او ام برودوي فيكتوريال لا فيتيس de m par rapport à r non galilien. C'est très bien. Alors, ركز معايا حيت كنقول له r non galilien يعني référentiel يعني mobile يعني كنهضروا على واحد عفوا واحد الريفيرونسييل واحد الريفيرونسييل غولاتيف واحد الريفيرونسييل غولاتيف يعني mobile متحرك غولاتيف يعني حيت كنقولوا غولاتيف يعني ان هاد لا فيتيس غولاتيف وهاد لاكسيلاسيون غولاتيف اكسيتيرا. دونك هادي يعني ان الاشتقاق ديال لو بوزيسيون على دي دو تي بارابور ا ار غولاتيف يعني نون غاليليان ما هي الا لا فيتيس غولاتيف صافي. دونك لا فيتيس غولاتيف دونك هادي ما هي الا لا فيتيس دو بوين ام بارابور ا ار نون غاليليان. مزيان لا فيتيس برودوي فيكتوريال لا فيتيس ايغال زيرو ياك لان نفس الفيكتور. مزيان شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا الاشتقاق ديال لا فيتاس غولاتيف ما هي الا اكسيلاسيون غولاتيف. سي تري بيان. دونك يعني ان لا ديريفي ديال لو مومون سينيتيك بارابور ا ار على دي دو تي بارابور ا ار نون غاليليان ما هي الا ام فاش او ام برودوي فيكتوريال لاكسيلاسيون غولاتيف كيما العدد ام جيبها لهنايا دونك ام في لاكسيلاسيون غولاتيف. مزيان حنا شنو عندنا؟ عندنا ان لاكسيلاسيون ابسولي ما هي الا لاكسيلاسيون غولاتيف بلوس لاكسيلاسيون دونترينمون بلوس لاكسيلاسيون كوريوليس. من هنا نقدروا نجبدوا لاكسيلاسيون ا غولاتيف شنو كتساوي لنا؟ ما هي الا لاكسيلاسيون ابسولي وهاد جوج نجيبوهم من هنا يعني موان لاكسيلاسيون دونترينمون موان لاكسيلاسيون كوريوليس. سي تري بيان. اشنو غادي ندير؟ نجي نبلاصيهم هنايا يعني بلاصه ا ار غنبلاصيها بهادي. دونك كتعطينا l'accélération absolue moins l'accélération d'entraînement moins l'accélération coriolis. C'est très bien. Alors nous continuons. Donc nous continuons l'échelle de l'moment cinétique mais où il la om produit victorieux de m nous pouvons et là c'est meilleur m l'accélération absolue narcis m l'accélération d'entraînement narcis m l'accélération coriolis. C'est très bien. Alors je n'ai pas comme loi de Newton qui est la somme de force mais il a m l'accélération absolue. Je n'ai pas fait ça le fait-il je n'ai pas la force d'entraînement mais il a narcis m l'accélération d'entraînement ou la même chose n'est-ce pas la force coriolis mais il a moins m l'accélération coriolis. Donc j'ai une remplacée au ménage donc ça t'aina égale om om produit vectoriel la somme de force la somme de force plus la force d'entraînement plus la force coriolis ou hada ma yusma. Donc, il y a un échelle. Donc, il y a un théorème de mouvement cinétique.
dont un référentiel non galiléen. C'est très bien, Hnaya. C'est très bien. Donc, Achille, qui est une phase de partie de l'eau, là. D'abord, je vous mouvement à force centrale. Alors, on me fait, non? Donc, la force centrale, il y a le courant marquasien. Donc, le courant marquasien, mais qu'est-ce que vous avez dit, oui, ou la tanaforia? C'est simplement le courant marquasien, oui, il est que je vais. اكزومبل واحد السياره كدور على واحد الروبوان كيكون واحد القوه المركزيه كتجبد جهتها دونك باش ان السياره ما تلاحش ليه با كونتر الا لحنا شي حاجه خفيفه دونك غادي نلقاوها ان حلينا الباب يعني غادي تلاح اي حاجه حنا في الشجر ما تلاح بواحد الشكل تنافوري اكسيتيرا دونك وديك لا فورس اللي كتجبدنا الطوموبيل باش ان دونك كتكون كتسمى لا فورس لو موفمون موفمون ا la force centrale, c'est très bien. Alors, donc, il y a une force électrostatique. La force électrostatique, la force centrale. Donc, exemple, il y a le plus, le moins. Il y a la force qui est une force qui est une force qui est une force qui est une عكس الاتجاه ديال الا كان بلوس مع الموان اكسيتيرا هادشي شفناه في لا فورس الكتروستاتيك حيت كتكون شحنه سالبه مع موجبه اكسيتيرا داكشي غنحاولوا نمثلوا هنايا دونك نحاولوا اننا ناخذوا واحد الريفيرونسيال غير غاليليا كنهضروا على غاليليا مزيان وناخذوا واحد لو بوان ام وهذه واحد التراجيكتوار ديال لو بوان ام مزيان هذا هو السونتر او دونك هاد لا فورس نقدروا نمثلوها اما انها في الاتجاه ديال المركز اما نقدر نمثلها انها تنافريه وحده دونك بجوج راه صح المهم هو اننا حنا في لوسونس ما غاديش ندرسوا هاد البارتي دونك غير نشوفوا ان لو مومون سينيتيك ديالها كتساوي زيرو لا الا كانت داخله ولا خارجه نشوفوا بدوك دونك حنا نفترضوا ان لا فورس ديالنا خارجه هكا دونك هي لا فورس ديالنا وهذه هي لا فورس سونترال تقدر في الكور البروف ديالكم يجبدها هكا راه صحيحه بحال بحال صافي سي تري بيان الوغ نبداو المعطيات اللي عندنا دونك هذه هي لو بوين ام مزيان الوغ عندنا ان او ام دونك غادي ندرسوها دونك هذه هي او ام نفترضوا ان هذه المسافه ار وعندنا واحد لا فيكتور اونيتي او ار دونك هادشي راه شفنا او ار دونك هذه اللي سقطنا هنايا دونك هذا اكس اكس ايكغيك زد باينين هادو دونك عندنا او ام ما هي الا لا نورم ديالها يعني ار fois ER, la vecteur ER, c'est très bien. Il a dit que la force centrale, chaque tsawina, la force centrale, mais il y a la norme de F, fois la vecteur unitaire de la, mais il y a ma ER, mais il y a ma ER. Ou il a fait un autre, il a dit au moins ER, ça fait, c'est très bien, il a fait un autre. Mais il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, le moment cinétique est constant. Il y a un autre, il y a un autre, le point M, qui est un autre, il y a un autre, la force, de centrale, فإن المومو سينيتيك ديالها ما هي إلا كتكون كونستانت سي بيان ألوغ دابا نحاولو أننا نشوفو لو مومو سينيتيك نتاعها ألوغ دونك أون أبليكي لا تيوريم دو مومو سينيتيك باغابوغ غادي نحاولو أننا نطبقو تيوريم دو مومو سينيتيك باغابوغ أن بوان أو يعني هاد الأولى هادي غادي نطبقوها غادي نشوفو يعني عندنا الاشتقاق ديال المومون سينيتيك ديال ار علاش غاليليان على دي دو تي بارابور ا ار غاليليان كتساوي لنا او ام برودوي فيكتوريال لا سوم دو فورس هنايا فهاد لا سوم دو فورس شحال من فورس كيطبق على البوان ام راه غير وحده لا فورس دو سونترال يعني اف سي تري بيان دونك هادي شنو كتساوي لنا دونك او ام عندنا النتيجه ديالها هي ار ار برودوي فيكتوريال لا فورس سنترال هي اف او ار دونك هنايا او ار مع او ار ما هو الا زيرو زيرو مزيان الوغ الا كان الاشتقاق ديال شي حاجه كيساوي لنا زيرو فان ديك الحاجه كتكون كونستانت ثابته ومن هنا نستنتجو ان لو مومون سينيتيك ديال لو بوان ام بارابور ا ار غاليليان ما هي الا لو مومون سينيتيك دونك سي ان فيكتور ما هي الا كونستانت كونستانت ثابته ما هي الا كونستانت سي تري بيان دونك من هنا غادي نسجلوا اربعه ثلاثه الحوايج الله نشوفوا لا كونسيرفاسيون لا كونسيرفاسيون دو مومون سينيتيك ا 3 كونسيكونس
Alors, les trois conséquences, je vous la première conséquence, on a la trajectoire du point M dans plein, yani on a M dit constant صحيح عفوا ان الموسم دي كتعمد او ام او في يعني الا افترضنا عندنا واحد البلان ها هو واحد لي سباس صافي هاد لي سباس هذا دونك فيه لو بوين ام فيه لو بوين او وفيه لو بوين ام هي ام دونك هاد ام ديما غادي تكون دونك الا جينا نشوفو هنايا في لا غولاسيون ديالنا لو مومون سينيتيك اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا او ام هي او ام متجهه او ام ياك برودوي فيكتوري لا فيتاس هادي دونك غتكون غير فهاد التراجيكتوار السرعه ديالها دونك غتكون لا فيتاس بحال هكا علاش لان علاش غتبقى غير فهاد التراجيكتوار لان الا جي نشوفو هاد لا فيتاس مع هادو كيشكلوا لنا هاد لو بلون وهاد لو بلون ديما كتكون عموديه عليه ما شنو كتكون عموديه عليه لو مومو سينيتيك ال ياك لو مومو وهاد لو مومو سينيتيك راه كونستانت ثابته بما انها ثابته يعني ان لو بوين ام تكون غير هاد الحركة هنا غير في هاد لو بلون هذا أول حاجة صافي سي تخي بيان يعني أول حاجة أن الحركة ديال لو بوان إم ألوغ لا تراجيكتوار لا تراجيكتوار دو إم إي دون لو بلا هاد لو بلا هذا كيكون بروبونديكيلير أفيك هاد لو بلا هذا كيكون بروبونديكيلير عمودي أفيك لو مومو سينيتيك سي تخي بيان ألوغ دونك بما أنه غادي نخدمو في البلا يعني غادي نخدمو حنايا باش الا خدمنا غير في بلا يعني في واحد المستوى فاننا نخدمو بلا كوردوني بولير يعني كوردوني بولير كنخدمو في مستوى ماشي اسباس ديال 3 دومونسيون يعني مستوى باننا حنا عارفين ان هاد لو بوين ام كتحك فهاد الاسباس غادي نخدمو حنايا فاش هادي نخدمو في لي كوردوني دونك ما غادي نبقاش خدامين في هاد ال 3 باش تبسط علينا نخدمو في لو كوردوني بولير دونك حنا لو كوردوني بولار شفنا في الحصص اللي فاتت دونك كنمحيو هذه هي لا كونديسيون الاولى نمشيو جوج الوغ غنخدمو دابا في لو كوردوني بولار الوغ ركز معايا مزيان الوغ لو كوردوني بولار كنعرفوهم عندك اكس ايكغيك صافي انت هي اكس لاكس اكس و ايكغيك دونك هذه هي ام دونك كتكون غير في هذا السباس هذا هادشي راه شرحنا دونك هذه هي او ام دونك هذه المسافه نسميوها ار مزيان وعندك لا فيكتور اونيتير هذا نسميو او ار هاكا وهادي شنو نسميوها تيتا لان حنا خدامين في لو كوردوني بولير ها لو كوردوني بولير شكون هما ار و تيتا ار و تيتا مزيان الو حيت كتكون عندنا او ار كتكون عندنا او تيتا او تيتا كتكون في هاد الاتجاه هاكا او تيتا نقدر نمزوها بحال هاكا او تيتا او تيتا دونك وهادي هي تيتا حتى هي كتكون هنا وهنا كتكون موا اكس اكسيتيرا سي بيان دابا عندنا لا فورس سونتريفيج افترضناها من الاول انها خارجة صافي هاهي لا فورس نديروها بشي كولور اخر هاهي لا فورس ديالنا اف لا فورس سونترال عفوا الوغ ركز معايا اشنو كتقولك الجوجه كتقولك ان ار او كاري في تيتا بوان اي كونستانت وغادي ننزلها بالسي يعني انها كونستانت لو كونسيكونس الثانيه لو كونسيكونس الثانيه كتقولك ان ار او كاري في تيتا بوان ايكال كونستانت واش اللي غادي نبينو دابا صافي مزيان الوغ ركز معايا عندنا ان لو مومون سينيتيك ها هو لو مومون سينيتيك دو بوان ام بارابور ا ار غاليليان اي كونستانت وشنو كيساوي لنا بعدا كيساوي لنا ام في او ام برودوي فيكتوريال لا فيتيس ديال ام بارابور ا ار غاليليان وشنو كيساوي لنا كيساوي لنا كونستانت كونستانت ثابت سي تري بيان وشنو عندنا افيك بعدا نحددو هادو افيك او ام شكون هي او ام او ام هي هاد المسافة شنو كتساوي لنا كتساوي لنا ار او ار في الفيكتور اونيتيغ ديالها دونك هادي راه او ار سي تري بيان الوغ حنا حسبنا او ام شنو خاصنا في لا فيتيس دو ام بارابور ا ار غاليليان ما هي الا الاشتقاق ديال هذا يعني الا اشتقينا هذا دونك هذا راه او ار راه كدير يعني الاشتقاق ديال ار على دي دو تي في او ار بلس ار في الاشتقاق ديال او ار دونك هادشي راه شفناه صافي الاشتقاق ديال ار هو ار بوان مزيان الاشتقاق ديال او ار
الى خدمنا على فيكتور غوتاسيون اكسيتيرا عطاتنا تيتا بوان او تيتا. دونك هادشي راه شفناه في لو كوردون نو بولير، يعني انا بلاصيو هنا تعطينا ال تيتا بوان او تيتا سي تري بيان. دونك حنا في عندنا دونك كنحسبوا المومون سينيسيك ديالنا. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا ام، ها هي ام في او ام هي في ار او ار بروتو فيكتوريال لا فيتاس، يعني او فيكتور ار او ار بلوس ار تيتا بوان او تيتا. اشنو هذا؟ كونستون ثابت سي تري بيان. او ار مع او ار زيرو، او ار مع او تيتا دونك غتعطينا الزيد. دونك الى بصرفنا ار دايره هكا او تيتا زيد المنا خارجه، يعني لا فيكتور تاع زيد تيكون خارج اسمو الزيت. سي تري بيان. الوغ يعني هادي مشات مع هادي الصفر، يعني بقات لنا ام ار مع ار تعطينا ار او كاري تيتا بوان او زيد. اشنو تعطينا؟ كونستونت. سي تري بيان، ثابتة. الوغ كي كنعرفو ان هذا سي ان فيكتور كونستون، يعني لا نورم ديالو خاصو يكون كونستونت. يعني الا جينا نشوفو لا نورم ديال هذا ما هو الا ام ار او كاري تيتا بوان، لا نورم وهو ايغال اللي سي ان كونستونت ثابت. كونستونت حنا كنعرفو ان ام راه كونستونت ثابت، الكتلة كتلة راه كونستونت. دونك من هنا نسنجو ان ار او كاري تيتا بوان غادي نسميها انا سي، يعني كونستونت، وهادي راه كونستونت صافي سميتها سي. دونك هنايا في الكل راه كيسميوها سي، هاد سي يعني انها كونستونت. حنا ديمونطرينا على لا دوزيام. شوفو لا تخوازيام اشنو كيقولنا؟ كيقولنا لوا دي زيغ. الو شنو كتقولنا هاد لوا دي زيغ؟ كتقولك ان دي دو اس على دي دو تي كتساوي لنا سي على جوج. شكون هي سي؟ راه هو هاد الكونستونت ار او كاري في تيتا بوان. هادي شنو كتسمى؟ كتسمى فيتاس اغيولير. هادي هو كالكول لا فيتاس اغيولير اوتوماتيكمون كتحط له هاد لاغولاسيون وكتحسب لو سي هي ار او كاري في تيتا بوان على جوج. الوغ غنحاولو نديمونطريو عليها ونحاولو نبينوها. الوغ هنا نشوفو لا ديبلاسمون اليمونتيغ، يعني دو واحد لو بوان ام، يعني حيت تحرك لنا واحد الحركة بسيطة بزاف. الوغ نشوفو هنايا، ركز معايا في هاد لو بوان. حنا خدامين في لي كوردوني بولير عامة. الوغ سي بيان، نفترضو ان هادي هي لو بوان ام، ياك؟ اشنو هي او ام؟ هي او ام. هاد او ام دارت لنا واحد الحركه، واحد ديبلاسمون اليمونتير. انا نكبر ولكن هو راه صغير، اصغر حركه ممكن ديرها غتعطينا واحد لو بوين سميوها ام بريم. سي بيان. الوغ نحاولو انها اون بريم. مزيان. الوغ ركز معايا، اشنو هاد المساحه هادي؟ اشنو سميتها؟ اشنو كنا كنسميو هاد المساحه هادي؟ هاد المساحه كامله، هاد المساحه هي دي دو اس. دي دو اس سي تري بيان. الوغ الى جينا هاد المسافة هادي، شكون هي هاد المسافة؟ من هنا لهنا شكون هي هاد المسافة؟ هي اغ، اغ او اغ راه شرحناها اغ. دونك هادي هاد الزاوية نورمالمون، هاد الزاوية تيتا تيتا، يعني واحد الزاوية اللي حركناها، يعني راه حركنا لو بوان شوية، يعني عطاتني واحد الزاوية شوية، وداك الشيء اش كنسميوه دي دو تيتا صافي. يعني هاد الزاوية هادي شكلات هنايا ما هي الا دي دو تيتا. مزيان. الا كانت عندنا الزاوية و اخر نقدر نحسبو هاد المسافة. دونك هاد المسافة هادي، هاد المسافة من هنا لهنايا ما هي الا اغ دي دو تيتا. مزيان. وفي الديبلاسمون اليمونتيغ واخا انه قوس، راه حيت كنحركو غير شوية راه كيبان بحال انه شي حاجة مستقيمية. ها انت شو معايا اكزومبل دائرة ياك. الا خديت واحد القطعة صغيرة بزاف، اشنو تبان لك هاد القطعة الصغيرة هنا من هنا لهنا؟ اشنو غادي تبان؟ كيقول لك مستقيم، يعني هذا راه بحال شي مستقيم، لان حنا خدينا واحد ديبلاسمون اني متوسط، واحد تحركات هي شوية باش اننا نفهمو شنو كنديرو. مزيان. الوغ انايا بغيت نحسب دي دو اس المساحة، لان حنا بغينا هاد لاغولاسيون دي دو اس على دي دو سي كتساوي سي على جوج. بغينا نديمونطريوها، عندنا ان دي دو اس المساحة اشنو كتساوي لنا؟ هادي المساحة ديال اش؟ ديال هاد المثلث هذا، يعني المساحة ديال هاد المثلث هذا. شكون هي مساحة هاد المثلث؟ هاد المثلث هذا راه مثلث، هذا راه افترضنا انه مثلث. علاش؟ لان هاد القوس قلنا انه بحال شي حاجة مستقيمة، يعني حنا خدينا واحد ديبلاسمون يطرق، يعني هذا مثلث. مساحة هاد المثلث ما هي الا هنا راه شفناها شتو حتى في البكالوريا، يعني لا فيكتور او ام
هيا او ام برودوي فيكتوريال لا فيكتور ام ام بريم ام ام بريم مقسوم على اش على جوج سي تري بيان مزيان ولا كدير هذا هاد الضلال فهذا مقسوم على جوج راه بحال بحال مزيان الوغ ركز معايا شنو كنساوي الوغ غنمشيو هاد ام ام بريم هاد ام ام بريم هاد الحركه هادي راه هي دي دو او ام ياك ديبلاسمون المونتير ديال او ام ديبلاسات شويه راه هي اكزاكتومون ام ام بريم صافي هادشي راه شرحنا ام ام بريم في داك الشابيترات الاولين سي تري بيان الوغ حنايا اشنو عندنا عندنا ان ركز معايا عندي ان دي دو او ام على دي دو تي ركز اشنو كتساوي لنا لا فيتيس دي لو بوان ام بارابور ا ار نون غاليليان مزيان عندي او ام هاد دي دو تي نجيبها لهنا يعني هتولي فوا دي دو تي دونك حنا او ام راه هي اكزاكتومون شكون هي هي ام ام بريم مزيان سي تري بيان يعني هادي نرو بلاصيها هنايا دونك شحال هتعطينا نحيو هكا دونك دي دو اس شنو هتساوي لنا تساوي لنا لاهوم ديال او ام برودوي فيكتوريال ام ام بريم يعني لا فيتيس دو ام باغ رابور ا ار فوا اش فوا دي دو تي دي دو تي نقدرو نخرجوه لانها ماشي فيكتور تقدر تخرج مازال علاش لان انا بغيت نهبطها لهنايا مقسومة على جوج ما نساوهاش مقسومة على جوج دونك سي تخي بيان الوغ هاد دي دو تي نجيبها لهنايا يعني دي دو تي نجيبها لهنا تولي دي دو اس على دي دو تي شنو كتساوي لنا او ام او ام او ام حسبناها او ام شحال كتساوي لنا كتساوي لنا ار او ار ياك متفق معايا ياك هادي هي او ار ياك هادي هي او ام بين فيه الاشتهار ديال هادي هي ار بوان او ار بلس بلس ار تيتا او تيتا تيتا بوان او تيتا مزيان لا فيتيس دونك نجي لهنايا يعني هاتعطينا او ام وهي ار او ار برودوي فيكتوريال لا فيتيس يعني ار تيتا او ار بلس ار تيتا بوان او تيتا لا نورم على اوغال دونك هنا نحسبو بعدا هادو اللي لداخل نشوف شحال كيساوي هذا مع هذا صفر هذا مع هذا دونك تعطينا ار او كاري تيتا بوان او ار مع هذه تعطينا او زيد سي تري بيان دونك هذا هو الوسطينا دونك كتساوي لنا نكتبو هنا لا نورم ديال ار شنو قلنا ار هي ار او كاري في تيتا بوان او زيد سي بيان مقسوم على جوج دي دو اس على دي دو تي اشنو دابا حسبنا حسبنا غير اللوس درنا هادي برودو فيكتور عطاتنا صفر هادي مع هادي اغ مع اي عطاتنا اغ كوري تيتا تيتا بوان او اغ مع او تيتا تعطينا او زيد لا نورم ديال هادي دونك هاد او زيد تمشي يعني تساوي لنا اغ تيتا بوان تيتا بوان ماشي تيتا بوان اغ او كاري على جوج سي تري بيان دابا الصفر راها هي اغ اغ او كاري وي صحيحه دونك يعني تعطينا دي دو اس على دي دو تي ما هي الا سي على جوج سي تري بيان في لقينا سي هي هادي روبلاسيتها هنا دونك سي على دي سو هادي هي لا فيتاس ديالنا اغيو لير سي تري بيان دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديالكم ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال